طبعا بيراقب الصوت وكل حاجه زي ما انتم شايفين. اتحرك هنا بيجي لك كل حاجه زي ما انتم شايفين. طيب مستمرين في سلسله التطبيقات، النهارده ان شاء الله اقدم لكم تطبيقات هتدمن استخدامهم. اول تطبيق معانا النهارده هو تطبيق هيخليك تعرف الاشخاص المتصله معاك على نفس الراوتر، بالاضافه ان هو يقدر كمان يقطع النت عنهم، وكل ده بدون روت. تاني تطبيق معانا النهارده ده هيغير شكل الاشعارات، لو جالك اشعار حواف الجهاز كلها هتقيد بالوان معينه انت بتحددها. الصراحه التطبيق مفيد جدا وبيدي شكل انسيابي للتليفون بتاعك. التطبيق معانا النهارده هو تطبيق بيقدر يراقب الجهاز بالكامل، لو انت عايز تراقب تليفون ابنك مثلا. فالتطبيق ده بيمكنك ان انت تراقب الشاشه بالكامل وتقدر تراقب الصوت كمان، بالاضافه انت تراقب كل حاجه موجوده على التليفون، يعني تقدر تراقب التليفون بالكامل. انا اشرح كل ده في فيديو النهارده، يا ريت تتابع الفيديو لحد النهايه، وما تنساش تدعمنا بلايك وتسيبنا رايك في الكومنتات. ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تشير في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبتدي الشرح. في البدايه يا شباب سيب لكم رابط تحميل التطبيقات اسفل الفيديو. اول تطبيق هنشرحه النهارده هو تطبيق تقدر من خلاله تعرف الاشخاص المتصله معاك على نفس شبكه الواي فاي، بالاضافه ان انت تقدر تفصل النت عنهم. هندخل اول تطبيق بعد ما نثبته هيفتح معاك الشكل اللي انت شايفه دوت. بعد كده تدوس على التالي، بعد كده تدوس على موافقه ومتابعه، بعد كده تدوس على تمكين الموقع، بعد كده اثناء استخدام التطبيق، بعد كده سأفكر في الأمر ربما في وقت لاحق. كده يفتح معاك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، هتلاقي اسم الشبكة فوق هنا، وبعد كده البحث عن الأجهزة. لو انت دوست البحث عن الأجهزة هيبدأ يظهر لك كل الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي بالأسماء بتاعتها بالأي دي بتاع كل جهاز. زي ما انتم شايفين أربع أجهزة دلوقتي متصلين على شبكة الواي فاي. لو أنا عايز أقفل النت عن أي واحدة من دول أو أي جهاز من دول هدوس على الجهاز كده، وبعد ما أدوس على الجهاز هنزل لتحت ألاقي إدارة هذا الجهاز، بعد كده هدوس على إزالة الجهاز، بعد كده ادوس على حذف. كده خلاص الجهاز اتحذف من شبكه الواي فاي، وكده خلاص اتقفل على الجهاز ده كده النت. بعد كده عندنا اختبار السرعه، ده لو انت عايز تختبر سرعه النت عندك وتعرف سرعه البنج وكل الكلام ده. ده اختبار سرعه موجود في التطبيق تقدر تعتمد عليه في اختبار السرعه. زي ما انتم شايفين كده بيبدا يختبر السرعه، هيبدا يديك سرعه النت دلوقتي، بيقول لك التنزيل 3.9 ميجا بايت، التحميل 1.5 ميجا بايت. كده خلاص عرفنا السرعه. ده كده كان اول تطبيق معانا. ثاني تطبيق معانا النهارده هو تطبيق هتقدر من خلاله تعدل شكل الاشعارات. هيجي لك الاشعارات على شكل حواف، بعد ما تثبت التطبيق تدخل عليه. بص بقى ما يفتح معاك التطبيق، بعد ما يفتح معاك التطبيق هتلاقي عندك هنا هل تريد السماح، هتدوس على سماح، وبعد كده يفتح معاك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هتدوس على نوتيفيكيشن، وبعد كده فعل الخيار ده تفعله، بعد كده اقول لك الوصول الى الاشعارات. هتدور على التطبيق بعد ما تلاقيه هتفعله، بعد كده تدوس على سماح وترجع لورا، بعد كده تدوس على لايت هنا لايتنج، هتدوس عليها وبعد كده تفعل الخيار ده. وبعد ما تفعله هتبدا هنا بقى تلاقي عندك شكل الاشعارات بدا يظهر زي ما انتم شايفين، هيجي على نفس اللون دوت. انت لو انت عايز تغير اللون في عندك هنا الكلر، تبدا تحدد اللون اللي انت عايزه وتدوس على ده. كده اهو اللون اللي حددته بدا يظهر اشعارات. عندنا هنا في مميزات كتير قوي في التطبيق، اللي هو مثلا السرعه بتاعه الاشعار، اللي هو مثلا يختفي بعد قد ايه، هنا 5 ثواني ممكن تخليها 10 ثواني. وعندك هنا السرعه بتاعه الحركه تقدر تغيرها من هنا. في مميزات كتير قوي في التطبيق، انت كده فعلت التطبيق والتطبيق كده هيشتغل معاك. طبعا لو انت عايز تعمل ميكس في الالوان برده تقدر تفعل ميكس كلر، تبدا تختار الالوان من هنا وتحدد التطبيقات اللي انت عايز تضيفها والتطبيقات اللي انت عايز تشيلها من هنا. حاجة مهمة جدا لازم تفعلها وهي هنا في النوتيفيكيشن، هتفعل الخيار دوت. بعد كده تبدأ تنزل لتحت، تبدأ تختار التطبيقات اللي انت عايز تفعلها، لان التطبيق ما بيشتغلش غير لما تفعل تطبيق تطبيق. تمام، لو انت عايز تفعل الكل تقدر تفعلهم كلهم. لو انت عايز تفعل حاجة معينة مثلا افعل الواتس، ممكن نلغي الرساله ديت من هنا. كده انا فعلت الواتس، اقدر افعل وممكن افعل الفيس كمان من هنا، وافعل الشير ات. كده اي رساله هتجيلي من الواتس هيبدا يظهر لي الاشعار بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. نجرب دلوقتي زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم حالا، ده هيبقى شكل الاشعار بالشكل اللي انت شفته قدامك ده. فانت لازم تفعل تطبيق تطبيق بس. كده ده كان تاني تطبيق معانا. اخر تطبيق معانا هو تطبيق بقى ده اللي بيراقب التليفون بالكامل. التطبيق اللي بيراقب التليفون بالكامل دوت هتبدا تدخل عليه، وبعد ما تدخل عليه هتدوس سماح اثناء استخدام التطبيق، وبعد كده هتدوس على شير جرين، وبعد كده فاد ان، وبعد كده هتدوس على شير لينك، وبعد كده هتبدا تروح على الواتس مثلا وهتبدا تبعت للشخص اللي انت عايز تراقبه الرابط ده، وبعد كده هتدوس على ارسال، تروح على التليفون الثاني، وبعد كده هتدوس على الرابط. اول ما الثاني ما بيدوس على الرابط هنا، وبعد كده تدوس اثناء استخدام التطبيق، وبعد كده هتكبر الشاشه هنا هوريكم زي ما انتم بس الصوت بس. طبعا بيراقب الصوت وكل حاجه زي ما انتم شايفين. اتحرك هنا بيجي لك كل حاجه زي ما انتم شايفين قدامك. بس كده كان شرح النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.